ترددت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بوفاة الفنان المصري القدير أحمد بدير، وهو ما نفى نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، مشيرا إلى أن هذا الخبر هو مجرد شائعة غير صحيحة تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي. وقال نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي أن الفنان أحمد بدير بخير والحمد لله، وأنا تواصلت معاه هاتفيا منذ قليل وكنا بنضحك وأحب أطمن الجمهور عليه. وخرج الفنان المصري القدير أحمد بدير عن صمته ونفى صحة الشائعة التي أطلقت عليه، مؤكدا إنه بحالة صحية جيدة والشائعة لا أساس لها من الصحة. وتابع أحمد بدير: سمعت الشائعة دي كتير قبل كده ولا أعلم من وراء ترويج مثل هذه الشائعات، وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجيها لأنها تقلق وتفزع أهلي وكل محبيني. وأضاف الفنان المصري القدير إنه يواصل حاليا تصوير دوره بحكاية بدون ضمان بمسلسل إلا أنا، ويتبقى له يوم واحد للانتهاء من تصوير دوره، مشيرا إلى إنه يحضر لمسلسل جديد بعنوان آخر دور مع دينا الشربيني.